مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. مفاجآت اليوتيوبرز ما بتخلص أبدا، فبدأ العد التنازلي لمفاجأة أسو اللي كشفت عنها قبل أسابيع، فشاركت هالستوري لتحمس المتابعين أكثر للمفاجأة. برياضي بدأ العد التنازلي المفاجئ. متحمسة 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 أرويكم إياها، كلش هتحبوها. ما أقدر أقول لكم، بس بق شوي فترة حي قصيرة وأقدر أقول لكم عليها. أما ياسو تي في فشاركت ستوري تحضر فيه المتابعين لمفاجأة جديدة، وكتبت بعد فترة رح تعرفوا شي كتير مهم. بهذا الستوري على انستغرام وبعد لقائهم بدبي، بلش أنس وبيسان بتحميس المتابعين لأغنيتهم الجديدة اللي عملوا عليها مؤخرا، فشاركوا هالستوريهات. الأغنية اللي رح أعملها أنا وبيسان، الأغنية يا حبايبي رح تكون كثير حلوة. نار استنوها. أكدت ماريانا غريب أن أغنيتها الجديدة صارت جاهزة، وظل بس تصوير الفيديو كليب ليصير كل شي جاهز وتنزل الأغنية أو الفيديو كليب قريبا على يوتيوب. أثار جواني الجدل بمجموعة من الصور على انستغرام اللي بتجمعه مع صديقته مريم، وكتب في شي حلو عملناه رح يصدم كتير ناس، وأنا متأكد أنه رح تحبوه. شو بتتوقعوا رح يكون؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات. فبلشت تساؤلات الناس، منهم من قال خطوبة وزواج، ومنهم من قال مقلب. فرد جواني بستوري على انستغرام ورد على الناس اللي قالوا مقلب. حبايبي لكل الناس اللي عم بعلق على آخر صورة انه مقلب، اقسم بربي ما هو مقلب، تمام؟ والله العظيم تعرفوا ما بكذب عليكم، بحكيكم الصراحة. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.